السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الدرس الثاني في مادة Logic 1. طبعا المرجع بتاعنا الأساسي هو موريس مانو ديجيتال ديزاين. موريس مانو ديجيتال ديزاين. اوكي، الدرس ده هو عبارة عن الباينري سيستم بيز 2. احنا خدنا قبل كده البيز 10 اللي هو ديسيمال سيستم، النهارده هنتكلم على الباينري سيستم اللي هو بيز 2. الديجيتس بتاعت الباينري سيستم هي 0 and 1 والويت بتاعه هو باور اوف 2. اوكي، تعال نشوف كده. لو عندك اي رقم هنا، الاكس ده بيمثل خانات، اتفقنا الخانه اللي على شمال الباينري بوينت في هذه الحاله عشان ده باينري سيستم هتبقى موجبه. كل مره هنزود واحد، يبقى 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2 حسب اي رقم موجود. اوكي، ده على شمال الباينري بوينت. على يمين الباينري بوينت هيبقى ناقص 1 من الباور، يبقى 2 اس سالب 1، 2 اس سالب 2، 2 اس سالب 3 وهكذا. نفس الفكرة بس البيس اتغير، البيس اتغير. تمام، فأنا حابب إن احنا ناخد مثال تحويل ما بين الباينري سيستم and الديسيمال سيستم. بس قبل ما أخش في المثال ده، أنا حابب أقول حبة حاجات كده. طالما اتفقنا إن هو power of two، البيس يعني power of two، فلو عندي مثلا رقم اسمه 2 أس 0 لغاية 2 مثلا أس 10 سي مثلا، اوكي، وبرضو 2 أس ماينس 1 لغاية 2 أس ماينس 3 مثلا، دي بتمثلها برضو في النظام العشري، كنت تقول 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 3 براحتك. اوكي، ففي طريقة جميلة تربط ما بين النظام العشري وبين النظام الثنائي أو الباينري سيستم في التحويل. طيب ناخد مثال كده ونفهم ازاي بنعمل الحاجة دي. اول حاجة في مثال زي ايه بنسميه تشيك. اوكي، تشيك ان اجابتك دي صح ولا غلط. هنقول 1 2 4 8 16 32 64 128 زي مثلا الارقام دي. اوكي، كل مرة بنضرب في 2. convert from binary to decimal، من binary okay to decimal، okay to decimal. طيب value in decimal equals sum of weights of digit 1. يعني احنا لو عندنا مثلا say عندنا binary number like زي ده binary number، احنا في الباينري بناخد ال 1، ال 1 ده بس القيمة اللي احنا بنحسبها، بنحسبها ان هي 1. اوكي، لكن الزيرو ده لو في اي قيمة ما بناخدهاش في العشر يعني. فبنمثل التحويل ان احنا بنعتبر ال 1 بس هي القيمة بتاعتنا اللي هنحولها لعشري. فاتفقنا ان احنا هنحط الاساس بتاعنا في التحويل. طب احنا بنحول من باينري، يبقى الاساس بتاعنا 2 اس 0 صح، 2 اس 1، 2 اس 3 من اليمين للشمال. طب لو في باينري بوينت وفي رقم تاني مفيش مشكلة، يبقى 2 اس سالب 1، 2 اس سالب 2. تمام، مفيش مشكلة. وبين ان ده باينري نمبر يعني 1 اور 0، فهو قيمته هي قيمة الويت فقط. اوكي، قيمة الويت فقط. يعني ايه قيمة الويت فقط؟ يعني قيمة الواحد دي هي 2 اس 0، قيمة الزيرو ده هو 2 اس 1، طبعا مش هناخدها فنعمل ديليت كده. القيمة الموجودة الوان اللي بعده هو قيمته كام؟ 2 اس 3، ده الويت بتاعه.
نسميه كده، اسمه weight، وزنه. اوكي، طب على يمين العلامة كنا بنقص واحد من الباور، على شمال العلامة بنزود واحد من الباور، binary point اسمها binary. اوكي، binary point انا طبعا بكتب بالماوس عشان كده يعني. اوكي، الواحد ده ليه قيمة، اوكي قيمته ايه؟ هي الباور ده 2 اس ماينس 1. طب اللي بعديه 2 ماينس 2، طب لو في زيرو ما ناخدوش، الزيرو ماليش قيمة في الباينري، زيرو. اوكي، جميل جدا. طيب نفس الفكرة دي، هي نفس الفكرة دي برضو، اللي هي تحط الأرقام 1 2 4 8 16 32، كل مرة تضرب في 2. لو انت عندك رقم مثلا، طالما احنا بناخد الواحد بس وناخد القيمة بتاعته في الأساس اللي هو الباينري بتاعه، طب ما ده برضو يعتبر أساس باينري، ده يعتبر باينري بس مكتوب بصيغة عشرية، 1 2 4. يعني انت لو حبيت انك تحول ده تكتبه يعني بصيغة باينري، ده أس 2 أس 0، وده 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3، 2 أس 4، 2 أس 5، 2 أس 6، 2 أس 7، هكذا بقى. اوكي، طيب لو قال لك حول رقم 5 مثلا، او قال لك مثلا 101، الرقم ده باينري بيساوي كام ديسيمال؟ عن طريق القاعدة اللي انا قلتها لك دي دلوقتي تقدر بكل بساطة تحسب الديسيمال. طب انا ما اعرفش اعمل ايه، انت مش بتاخد القيمة الوحيد، طيب حط 1 على القيمة اللي انت عايزها، جمع الارقام من هنا، ادي 1 و2 و4، ادي 1 يبقى تحط 1 هنا، 0 1، يبقى ادي كده جمعت القيمة دي والقيمة دي، 1 و4 5، يبقى الرقم ده قيمته 5. وبتاخد بتجمع دي على اساس اقرب النواتج، يعني اقرب ارقام بالنسبة لك هي اللي بتاخدها معاك. اوكي، طب ناخد مثال تاني. طبعا طريقة الحل المفروض في الامتحان مش كده، دي بس عشان تعمل تشيك ليك انت انك بتحل صح، او بالآلة دلوقتي كل حاجة موجودة في الآلة يعني. طيب زي مثلا عايز 0 1، زي مثلا الرقم ده في الباينري انا عايز احوله ديسيمال، يا ترى قيمته كام؟ حطينا الرصة دي كلها، طيب 0 1 قيمته كام؟ طيب نمسح اهو. طب ما انت عارف ان يعني انت ممكن تقول برضه 2 أس 0 مفيش مشكلة، ودي 2 أس 1 هي برضه. طيب فين 2 أس 0؟ اهي. فين 2 أس 1؟ اهي. تمام، ماشي. في الباينري عند ال 2 أس 0 في صفر، هناخده؟ لا ما ناخدوش، فيخفي خالص كده. هي اللي هيتبقى، هيبقى 2 أس 1، اللي هي 2 أس 1 دي، اللي هي رقم 2، فتحط هنا 2. في مشكلة؟ فالصفر في الباينري ما ناخدش قيمته، أما ال 1 في الباينري هو اللي بناخد قيمته. تمام، جميل جدا. طيب نقول مثال كمان، 1 1 0 1 point 1، اوكي ده باينري عايزه ايه؟ عايزه ديسم، هيساوي كام؟ لو قلت هنا 1 2 4 8، اوكي شيل الأربعة عشان هي زيرو، هيتبقى كام؟ هيتبقى 8 و2 10 و1 11، يبقى الرقم اللي على قيمته كام؟ 11. طب بوينت، انت عندك هنا 2 أس سالب 1 بعد العلامة، يبقى 2 أس سالب 1. اوكي، يعني نص، بس حط النص.
انا اعتقد ان هي طريقه سهله جدا انك تعمل عليها تشيك بهذه الطريقه. عايز بقى تحلها بطريقه علميه شويه، هي نفس الطريقه بس كصياغه كتابه يعني. ممكن بكل بساطه تعمل كده، تعمل سهم كده تقول دي 2.5 0 ودي 2.5 1 ودي 2.5 2، بس لو عملت دي 2.5 2 ما تاخدش قيمتها، يعني نعمل عليها زي شارت كده مش هناخد قيمتها. اوكي، او انت تحطها في بالك انك مش هتاخد قيمتها. طيب اللي بعدها 2.5 3 ماشي، وشيل اللي في النص دي، ايه اللي هيتبقى؟ اجمع بقى 2.5 3 ب8 زائد 2.5 1 ب2 زائد 2.5 0 ب1 يبقى 11 برضه. يبقى الرقم اللي على شمال العلامة هو كام؟ 11 بوينت. الرقم بقى اللي بعد العلامة هو 2.5 سالب 1، اجمع برضه حطه هنا زائد نص يبقى كام؟ 11.5. حط النص هنا. عايز تجمع اليمين لوحده والشمال لوحده؟ مفيش مشكلة. عايز تجمعهم كلهم مع بعض؟ برضو مفيش مشكلة. تمام، انك في الاخر كده كده بتجمع الكسور، تجمعها على الارقام الصحيحة. تمام، هيبقى 11.5. جميل جدا، ده كده التحويل من باينري تو ديسيمال، من باينري تو ايه؟ ديسيمال. طيب ناخد مثال كمان، انا حابب ان الشاشه دي تكون قصادكم يعني، انا امسح ده. اوكي، واوديك مثلا رقم زي ده، مثلا 1 1 0 1. اوكي، رقم زي ده اهو، ودي بوينت او 1. تعرف تحول ده لديسيمال؟ تقول لي بسيطه ازاي؟ الرقم اللي على شمال العلامة هو موجب، وعلى اليمين العلامة هو سالب الباور يعني. فنقول هنا 1 2 4 8 زي اللي فوق دي اهي، 1 2 4 8 وهكذا. وعرفنا ليه؟ عشان البانل بتاعها تحتها. طيب خد الوحايد بتاعتك، ادي خدت الواحد ده وده وده، ايه اللي ما خدتوش؟ ده خلاص اخفيه. اجمع القيم بتاعتك، 8 و2 10، 1 يبقى 11 بوينت. رقم اليمين العلامة بالسالب، 2.5 سالب 1، 2.5 سالب 2، الصفر مش هناخده، يبقى كام اللي اتبقى؟ 2.5 سالب 2، 2.5 سالب 2 بربع، يعني 25%. اوكي ماشي، يبقى رقم 11 25%. في مشكلة؟ طيب كصيغة كتابة دي برضو تشيك يعني، حاب يعني حسب طبعا الدكتور ما يقول لك انت عايز تكتبها بأي طريقة. اوكي، بس الأفضل انك تحط الأساس، ترفع الباور بتاعه، تجمع 2.5 1، تجمع 2.5 2 بلس 2.5 3. اوكي، ده شمال العلامة بوزيتيف، يمين العلامة بالنيجاتيف الباور يعني. والأساس طالما باينري يبقى الأساس باينري اهو، يبقى يمين العلامة سالب يبقى 2.5 سالب 1، بعد كده 2.5 سالب 2. قبل ما تجمع أي رقم في الواقع بقى، انك بتجمع كل الحاجات دي قبل ما تجمع، كنسل الزيروز على طول عشان تاخدها معاك في الحساب. كنسل الزيروز اهو، كنسلت الزيروز، هيبقى لك الارقام دي، اجمعها مع بعض يطلع الرقم بتاعك 8 2 زائد 1 زائد ربع، يعني 10 11 وربع، 25% ديسيمال. اوكي،
ده كده التحويل من باينري تو ديسيمال بكل بساطة. إن شاء الله في الدرس القادم هنحول من ديسيمال تو باينري. إذا عجبك الفيديو ياريت تعمل سبسكرايب للقناة، وانتظروا المزيد من الفيديوهات بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.